مساء الخير. عندما تسمعون عن حدث في بيروت يعني أننا تجاوزنا الخطوط الحمر. هكذا أجاب وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت مؤخرا على السؤال متى تكون المبادرة باتجاه الحدود الشمالية. وباعترافه تجاوز وزير الحرب ومجلسه وقيادة الاحتلال المتهورة كل الخطوط الحمر للضرب في قلب الضاحية الجنوبية. فنفذ سلاح الجو غارة استهدفت مكتب حركة حماس في الضاحية، ما أدى إلى استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العروري مع اثنين من قادة القسام الجناح العسكري للحركة. وفي أوج الحرب على غزة وانهزام جيش الاحتلال أمام ضربات المقاومة الفلسطينية، هدد مجلس الحرب الإسرائيلي جميع قادة المقاومة بمختلف فصائلها بملاحقتهم واغتيالهم أينما وجدوا. واستشهاد صالح العروري واثنين من رفاقه وفي عمق الضاحية الجنوبية لبيروت شكل مفترقا خطرا في الحرب الدائرة وحزامها الناري الممتد على طول المسافة الفاصلة بين الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة وبين قطاع غزة. وصالح العروري رفيق زنزانة يحيى السنوار في سنوات الأسر داخل المعتقلات الإسرائيلية، هو مهندس وحدة الساحات وكاتم أسرار طوفان الأقصى، ويعد الرقم واحد في التنظيم العسكري خارج فلسطين المحتلة، وهو مؤسس كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية حيث دمرت قوات الاحتلال منزله إبان الحرب على القطاع. وطيلة سنوات نضاله حمل صالح العروري دمه على كفيه وانتظر الشهادة، كما قال إن دمه وروحه ليس أغلى من أبو عمار وأبو علي مصطفى والشيخ أحمد ياسين وسواهم. وفي أول تعليق إسرائيلي أعلنت القناة الثانية عشرة العبرية أن الكرة الآن في ملعب نصر الله، إما حرب شاملة مع إسرائيل أو احتواء الاغتيال. وبانتظار السادسة من مساء غد الأربعاء موعد إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليبنى على الجنون الإسرائيلي المقتضى، كان نصر الله أعلن صيف العام الفائت وفي ذكرى تحرير الجرود أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو سوريا أو إيرانيا سيكون له رد الفعل القوي ولا يمكن السكوت عنه، ولن نسمح بأن تفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيال. وغدا لناظره قريب.